ايس كريم بتاع الاعلان تاني ليه؟ ده ربع ايس كريم هجيبه لك لغايه من الورده وتاكله. يا بنتي اكله ايه وانا عبيط؟ امال ده ده اسمه ايه؟ لا انا بسيطر عليه عشان ما يهطلش على البطريق. احمد ما تاكلش ده عشان ده راكور. لا ده فانيليا على فكره. فانيليا ايه؟ وموز. هو ملوش طعم. احنا بص عارف ايه ده اعلان مهم. ده دور كبير. مش افتتاح مول او عيد ميلاد او الحاجات اللي انت متعود عليها دي. لا ساره انت كده جرحتيني في الماضي بتاعي. مفيش حاجه اسمها دور كبير ودور صغير. في حاجه اسمها بطريق كبير او بطريق صغير. معلش ممكن الحكم دي بس ما تقولهاش قدام الكلاين. حاضر. خليك بطريق جميل. لا. جمول. لا ساره بطروف. انت بطروف. ما تكسفنيش الايس كريم هيسيح. انت بطروف بجد. انت اعلانها ليه كده؟ ما تجملي قلبك. انا اول مره اعمل اعلان. ايوه اول مره تعمل اعلان. ايه ده؟ يا نهار اسود، ده انا اول مره اعمل اعلان. طب ده انا كده هتوتل والايس كريم هيسيح. فين البطريق؟ انا يا استاذ انا جاي اهو. حاضر يا استاذ. ايوه عشان نجهز. معلش يا استاذ، اصل انا دقت حته من الايس كريم ما شاء الله طعمه خطير، رحت في حته تانية خالص. اعلى مبيعات ان شاء الله، اعلى مبيعات. الف مبروك يا جماعه. جاهزين للتصوير يا جماعه؟ يلا بينا. ايس كريم اوسكار اول مره. اكشن. انا البطريق العريق وانا قاعد في القطب الشمالي لوحدي حران، مفيش حاجه بتحسسني باللي انت عايش الا ايس كريم اوسكار بالموز. ستوب. هايب. شكرا يا فندم، ميرسي قوي. لا لحظة بس، أنا عندي مشكلة بس. طبعا يا فندم. يعني ما قاعد أشوف الحوار، أنا البطريق وحران وقطب الشمالي، ما يصلح يا جماعة. أنتوا عارفين القطب الشمالي برد صح؟ معلش يا فندم، ما هو يعني حضرتك هي تمشي، أصل في احتباس حراري في القطب الشمالي وأنا عندي صوف حراري وفبر حراري تمشي يعني. بس اسكت أنت، معاك حق يا فندم. بص يا أحمد، هنقول أنا البطريق العريق وأنا قاعد في القطب الشمالي، مفيش حاجة بتنعشني غير ايس كريم اوسكار بالموز. اتفقنا؟ بلاش حران دي. حاضر يا استاذ. يلا دور. رولين. انا البطريق العريق وانا قاعد في القطب الشمالي لوحدي، مش حران ولا اي حاجه، مفيش حاجه بتنعشني في الدنيا غير ايس كريم اوسكار بالموز. ستوب. هاي. ميرسي يا فندم. معلش بس معلش في مشكله ثانيه. يعني انا وانا اتفرج عليه يعني حسيت ابغى احساس البطريق يعطيني انه منتعش، ابغى انتعاش. يعني مثلا لو تزودون في الحوار انه يتسبح. ما حضرتك انا مش عارف اسبح بس انا نفسي والله، لكن هي الزعنفه جايه لي سكت. لا يا اخي فهمني غلط، هذا لا مو يتسبح، يعني شو تسمونها عندكم انتم؟ طيب شاورينج. يتسبحم. يستحم. ايوه يستحم. يتسبح، هذا احنا نقول يتسبح. يتسبحم. ايوه. تمام يا احمد. ماشي حاضر. تاني اكشن. انا البطريق العريق وقاعد في القطب الشمالي، مش حران ولا اي حاجه، ونظرا لان الظروف صعبه فانا مش هتسبح، ومفيش حاجه بتسبب لي انتعاش الا ايس كريم اوسكار بالموز. ستوب. هاي. لحظه بس معلش يا جماعه، احس بعراقه شوي، يعني تعرف منتجنا لازم يصير عريق. يا فندم انا في منتهى العراقه على فكره، انا لو قلعت البدله دي هتلاقيني بشر عراقه من جوه على فكره. لا يا اخي لا، شلون فاهم ده؟ لا يا اخي يعني عراقه يعني شو نبي اصاله. لا ما هم لو كان ينفع يجيبوا اصاله ما كانش جابوني، ده اصل هنا بيلموا الليله لان الانتاج في ظروف ولا ايه؟ احس يبغى له شوي يعني يشد اكثر. شد تسوي ايه؟ شد يا احمد. انا البطريق العريق وقاعد في القطب الشمالي لوحدي، مش حران ولا اي حاجه لان القطب الشمالي ساقع، لان مفيش احتباس حراري ولا صوف حراري، وبما ان ظروف الانتاج مش هتخليني اعرف اتسبح ولا نجيب اصاله ولا اتسبح علشان الزعنفه عامله كده، فمفيش اي حاجه بتنعشني في الدنيا الا ايس كريم اوسكار بالموز. طيب ناخذ نجرب واحدة ثانية. آيس كريم أوسكار 12 مرة. تاني هنعيد تاني. أنا معك سعيد. طب أنا كان عندي اقتراح كده. موز. لا يا ابني وحش ده. أوسكار 17 مرة. 21 مرة. أسرع شوي. أنا البطريق العريق أبطأ من كده. وأبغى حركات أكثر يعني. أعمل إيه؟ أنا مش عارف. أبغى الجنحان يعني ممكن. 26 مرة. في بطريق يطير يا مخرج. 39 مرة. ليه كده؟ حضرتك ده من الموز لأن هو في ميوعة كده سنة. الميوعة دي من عندي. أوكي. عسل. 47 مرة. طب حضرتك مفيش حتة حاجة حادقة أو مخللاية؟ ما تجننيش. من غير قلة أدب. إيه يا ابني ده؟ أوكي. لا خش من فوق. يعني أعمل إيه؟ مش فاهم. اطلع وبعدين تتكلم. من وين من جايبين هذا الممثل؟ خش بطريق على طول؟ أوكي حاضر. تاخد ال لا مو مشكلة. أنا البطريق العريق يخفيك. تاني. 51 مرة.
66 مرة. ستوب. 112 مرة. اليوم باين من أوله. يا ابني أنت بطريق، افهم. لو نجيب على شيء على شاور. أنا البطريق العريق ولأني عارف القطب الشمالي لوحدي حران. ما فيش أي حاجة بتنعشني غير آيس كريم أوسكار بالفوم بال. في واحد غير هذا؟ ما فيش أي حاجة بتنعشني في الدنيا غير يا فندم. ما هو حلو أهو. ما أعرفش. حلو ده بقى. لا ما عجبني. ماشي.